تحصي ولاية الجلفة ثروة من الأغنام تناهز 4 ملايين رأس، ومعدل الإنتاج يناهز 560,000 قنطار من اللحوم الحمراء، أي بنسبة 10% من الإنتاج الوطني، ما قد يمكنها من المساهمة في رفع رهان سد الاحتياجات المحلية. في هذا الإطار تعكف المفتشية البيطرية على تجديد الرقابة داخل المذابح لحماية المستهلك من أخطار اللحوم غير قابلة للاستهلاك. جودة تاع اللحوم تكون أحسن جودة هذه عندنا احنا على مستوى المذبح اللي مذبوح هكذا، لأنها تم مراقبتها من طرف الأطباء، حاجة اللي ماشي مليحة كي تشوفوا فيهم يسيزيوها ينحيوها من السيركوي كامل تاع ما تعاوش تدخل، تونزيكو هذوك اللي مذبوحين في المذابح العشوائية مانيش عارفين المصدر العشوائي، مانيش عارفين المصدر تاعهم، ما تقدرش ما تدير فيهم ثقة وتقدر تاكل هذاك اللحم. وبعد أن تخضع الماشية للرقابة القبلية تخضع لحوم الذبائح لمراقبة دقيقة من طرف البياطرة، ويتم التأشير على اللحوم الصالحة للاستهلاك بطريقة قانونية. تفتيش البيطري وش يصرى فيه، نشوفوا الذبيحة هذه، شوفوا الذبيحة وش فيها كوم مالادي لي باغازيتوز، إلا كاين دي سيزي أفير نديرو تفتيش الأحشاء والتفتيش الاعضاء، ونقولوا الاعضاء اعضاء هما اعضاء نوبل، مثلا الكبد نشوفوه، نشوفوا القلب، نشوفوا الرئه بيان سور الا كاينه كي سيداتي، ونديروا لي سيزي اللي لازمين، عمليه الحج اللي لازم. كي تكمل هذه العمليه نديروا التاشير على الذبيحه تاعنا، التاشير هو لاسيغونس باللي لا فيوند تاعنا لا كاليتي تاعها اي بون وباللي صالحه للاستهلاك البشري. وللحفاظ على وفره رؤوس الماشيه تنفيذا للمرسوم الذي يحدد مشروعية عملية الذبح، يتم التنسيق مع مختلف الهيئات لمجابهة الانتشار الكبير للمذابح العشوائية.